وعلى التضخم الاقتصادي. هذا سيحدث في كل البلدان وشيء عادي. في الجزائر بالإضافة إلى التضخم الاقتصادي كاين تضخم معنوي وفكري وثقافي وسياسي. يعني نبدأ بالسياسة. نبدأ بالسياسة. هذا ما يهمنا. نبدأ بالسياسة. السياسة الآن الشيء اللي وقع في ولاية خنشلة وقع من قبل وسيقع، مازال يوقع، لأن الأشياء واضحة. دينا الآن نشوفوا حاجة جديدة، ظاهرة جديدة، القبائل. رجعنا نتحدثوا على العروشية، القبائل من الزوايا. سيسنا الزوايا اللي كانت بيئة في نظر الشعب في وعلى حسب التاريخ كانت بيئة نظيفة، يعني نوعا ما نظيفة. لما الزوايا هادو دخلوا العالم السوق السياسي، دخلوا في البورصة السياسية. الآن أصبحت الزوايا تقدم الصكوك، يعني صكوك الغفران. الزوايا أصبحت يعني دخلت للسوق السياسي، للبورصة السياسية. والآن القبائل أو العروشية ولا كذلك دخلوها المحرك. لازم نحوس على المحرك هذا شكون. المحرك حسب ما نعرف أنا الأساسي هما المنتخبين. طبعا ما يشوف كل، ولكن بعض الناس اللي جاوا دخلوا للسوق السياسي بأغراض شخصية. استعمل في المصطلح حتى أحمد ويحيى سي الأخضر بورقة ويحيى آخر مرة وصف ما يحدث بالسوق السياسي. لا والله ما أنا ما نسمعش ويحيى، يعني البورصة السياسية معليش السياسي دخلت العروشية هذه. وإذا كان هو يتكلم عن البورصة السياسية هو واحد منهم، هو اللي يتفاعل. قال لك السوق السياسي ولا البورصة السياسية ولا لا، ولا الشركاء السياسيين. الشركاء السياسيين هذو داخلين في البورصة السياسية كذلك. الآن الشيء اللي نخوف منه، أنا قلت وهنا في البلاطو هذا قلت لك القادم لنا الغير المنتظر سيحدث، وفعلا هو بدأ يحدث. اليوم اليوم في ولاية خشنة وممكن نهار السبت في الأغواط. أو عبد العزيز بن خادم جند عنده عرش يقول أنا ننتمي إلى عرش إلى بيئة. راهو يحرك هذه منذ أسبوع، منذ الخطاب تاع سادة إلى خير هو يحرك. نهار السبت إذا عندكم صحفيين تبعتهم تم تسمعوا الجديد، شيء جديد. أنت تتخوف في الأخضر بورقعة من عودة الخطاب هذا لاعب على وتر الجهوية العروشية. درك إلا عندك عرش راهم يوروا اللي عندك عرش. 2016 سي الأخضر بورقعة عرش دروك. خلاص الأحزاب هذيك، خلاص الشركاء السياسيين، خلاص الخطاب السياسي، نحكوا على القبيلة، خلاص القانون، خلاص كذا. ولينا العروشية دروك اللي عنده. كنا نبكوا من العروشية في القبائل منذ سنوات. ها حركنا العروشية، كانوا يقولوا القبائل بالعروشية وكذا، وعطوا لهم يعني لما يتكلموا عن القبائل وكانوا القبائل هذو دي فالانجيست دي ليبان، يعني خلقوا في الجزائر. هم الآن العروشية أو عبد العزيز بن خادم غد نهار السبت عنده تجمع ولا أغلب في الأغواط. والآن هذا شيء جديد، شيء جديد لازم نحوس من هو المسؤول. شكون المسؤول سي الأخضر؟ بكل صراحة. السلطة غايبة بكل صراحة. السلطة غايبة. السلطة غايبة. الآن احنا مقبلين على انتخابات تشريعية، والناس كل تحدث التشريعيات هذه شيء حاسم في تاريخ الجزائر. يعني السنة الحاسمة هي في التشريعيات الجاية تحضيرا للانتخابات الرئاسية في 2019. هذا شيء واضح، شيء واضح، وراه الناس تخدم على هذا الأساس. الشيء اللي نشوفوه احنا شيء غريب. وين هي السلطة؟ الرئيس غايب صراحة. تطلب مني باش نتكلم صراحة؟ نتكلم لك صراحة. نتكلم صراحة. الرئيس غايب ماشي من سنة. المسؤول تحديد المسؤولية هي السلطة القائمة الآن.
وبالتالي من بعد إلا شرحنا فيها شوي كل الناس مسؤولين. اللي حط ورقة نتاعو في العهدة الثالثة والعهدة الرابعة واللي نشط واللي خطب واللي صفق مشارك، جميع يتحمل المسؤولية، جميع حتى 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 الأحزاب، هذه الأحزاب تاع مشاركين، مشاركين في التزوير ومشاركين في مواصلة النظام، يعني في لا كونتينيتي دي سيستم، مشاركين المعارض مشارك، المعارضة يعني راهي متواطئة. إذا ما نستمع خطاب أنه معارضة تشكك في كل مؤسسات الجمهورية لكن تعطي لهذه المؤسسات شرعية من خلال المشاركة فيها، نسمع أنه أحزاب على سبيل المثال مثلا حركة مجتمع السلم لعبد الرزاق مقري تقول أنه الاسم المقترح على رئاسة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، انتخابات الشرعية القادمة، يعني حتى لو كان يكون صحابي، هكذا قال مقري، لو كان يكون صحابي على رأس هذه الهيئة، الانتخابات مزورة، لكن مقري سيشارك في الانتخابات التشريعية مثل ما شاركوا في الانتخابات السابقة. هذه هي المعادلة. الجزائر الآن يطرح السؤال، كيف أنت تطعن في كل المؤسسات وتشارك وفي آخر شهر تأخذ راتب وعادي؟ فعلا هذا حدث. يظهر لي مقري راه يتبع في الشأن التركي أكثر من الجزائري. تجربة أردوغانية. برانشي اللي هي هذاك، ماهوش يتبع لهنا في الجزائر، يتبع ليه. على ذكر الانتخابات والتزوير، الحكم مشارك 5% في التزوير في كل الانتخابات، يعني الإدارة تقصد، الإدارة الولايات وزارة الداخلية وغيرها. نقول لك الحكم يعني البوفوار، بوفوار، خاطر احنا عندنا البوفوار اللي يتمثل في الدستور ويتمثل في المجلس الأول والثاني، يعني لي دو شامبر، الغرفتين، الغرفتين، واللي حاكم الدستور يحب يغير منه يغير، يحب على المقاس، على المقاس. وعندنا سيستم دوك لازم نفهم واش هو البوفار واش هو البوفار. هادو لي دو شامبر واللي عندهم حاكمين الدستور، الشرعيه يعني الواجهه، الشرعيه المختصبه المختطفه منذ قرن منذ نصف قرن ويزيد، الشرعيه مختطفه، مازالت مختطفه الان، مازالوا خاطفينها الان. وكاين السيستم هذا البوفار، صنع سيستم. السيستم وشنو؟ هذو هما اللي كانوا يتحدوا، مير، ديبيتي، سيناتور، والي، وجي بروكيرور، مدير الدوان، إير الجيري، ديريكتور تاع سوناتراك، تاع سوناغاز. شوف لو كان نجبدوا لي زارشيف، نعطيك مثال باللي السيستم هذا روي صدى خلاص الحق واحد الوقت اللي يتحل لوحده هكذا. لو كان نجبدوا لي زارشيف نتاع المتوظفين في إير الجيري مثلا، نعطيك مثال، ولا في سوناتراك، ولا في سوناغاز، ولا في لادوان، نلقاو اللي توظف في 64 وخرج التقاعد في 70، تسيب تلقى وليده ولا بنته ولا وليد خوه ولا في البي تي تي، كيف الشركات هذه الاقتصادية. ونلحقوا للسيستم كيف. أنا قلت لك هنا واحد الوقت، ما بنية على الحميمية والعشائرية والمحسوبية سيزول لا محلة، ولكن قبل أن يزول يحدث كارثة في الجزائر. بعد الفاصل السيد الأخضر بورقع المجاهد، سنعود إليكم مشاهدينا، لكن بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا. خويا شوف وسمع، انا نشرب الحليب، الحوم يعيطوا لي ليكسبير تاع الحليب، انا هو السوبرمان تاع الحليب، نشري غير المخيط وحل ما يغلبني وحل ما يوري لي ساشي بودره وياشتي جبتهم كامل. حتى ما تعرفش المخيط تاع المخيط تاع الصباح، حليب ناشفة من غير حليب اخر، يذوب في الماء بارد وسخون وسومته هايله. شفاء حليب أصيل كله فيتامينات قوة وطاقة لكل العائلة. كشفاش راسك صاحبي، سخن وشرب ما تغليش. أنا نقول لك حليب شفاء 200% تاع الصح.
من بكري بأفضل الحبوب والشوكولا مخيرة محضروا وصفة ألذ بسكويت يخلي كل